بسم الله الرحمن الرحيم. غنبداو هذه السلسله ديال المداخلات باش نتكلموا على الامراض الموسميه اللي عندها علاقه بالتغيرات المناخيه، واللي كتفاقم بصفه عامه وبالخصوص ملي كيوقع التغير ديال المناخ من درجه السخونه الى درجه البروده، واللي كتكون كتميز بالاساس بارتفاع درجه الحراره. اذا في الفصل الشتاء كيعرف هذا الانتشار ديال هاد الانتناءات التنفسيه، على راسها الانفلونزا، الزكام، غريبي، الحمى اللي كنشوفوها بالخصوص عند الاطفال، واللي كتقدر تشكل خطر على صحتهم وعلى هذا ارتفاع الحراره الحدث ديالو ماشي مرض، وان كان كيكون هو عرض من الاعراض كيشير الى وجود مرض اخر في الجسم، كذلك في حال التهاب اللوزتين، في حال التهاب ديال الاذن، حال التهاب ديال الامعاء، كذلك مثلا بعد ارتفاع درجه الحراره اللي عندها علاقه بديك البزوغ ديال الاسنان، او لا اللي كتصاحب مثلا في بعض اللقاحات. اذا هنا اساسا غنركزوا على ارتفاع الحراره عند الدراري الصغار، عند الاطفال، وبالخصوص الاطفال تحت 6 اشهر، لان الحراره الارتفاع ديالها عند هاد الاطفال من غير على انه كيقدر يكون كيحمل دلالات ولا كيحمل اسباب، بعض المرات كتكون خطيره وبعض المرات كتقدر تشكل وتكون وخيمه على صحته. قلنا على انه كيفاش غادي نتعاملوا فيما كيخص القياس ديال درجه الحراره بشكل دقيق. درجه الحراره كيمكننا نقيسوها في عده اماكن من الجسم، في الشرج، المخرج، في الاذن، الفم، تحت الابط. يمكن كنفضلوا على انه يكون التشخيص ديالها ولا القياس ديالها القياس ديال الشارج بخصوص محرار الكتروني، كيخص الاباء يكونوا متمرسين مع القضيه ويعرفوا يعبروا الحراره. المحرار كيتعمل في المخرج واحد المده على الاقل ديال 3 دقائق، وبالتالي ملي كيعطينا العلامات ديال ملي كتسمع في الشاشه ديال المحرار الالكتروني، ملي كتكون فوق 38 درجه راها كتكون كيخصنا نعملوا بعض الاحتياطات، ويمكن نستدعي الامر على انه الاسعافات في المشفى ولا عند الطبيب المعالج. بعض العلامات اللي ديال الاعراض ديال ارتفاع الحراره واللي كيخص الاباء يردوا البال منها هي ديك ملي كيرجعوا تورد الخدين، الحموريه في الوجه، شويه النعاس، كيترخى، كيتشكى بالصداع، كيبدا يبكي بدون سبب، الضربات ديال القلب كتزاد شويه، ويلا عملنا مثلا في الجبهه ديالو، في السنطحه ديالو هكذا بهذه الطريقه هذه، كتحس على انه كاين السخونيه ماشي بحال المعتاد. وبالتالي قلنا على انه كيخص ديك الوقت التاكد من وجود ارتفاع، وباش الا كان ارتفاع كنشوفوا شنو يمكن يتعمل. على انه قلنا هاد الحراره كتكون تشكل خطر على الرضع والاطفال تحت 6 شهور بالخصوص، وحتى اللي فوق مثلا في 2 3 سنين هما كيقدروا الحراره كتقدر تهديهم. هاد الحراره الى فاتت 24 حتى 48 ساعه خص ضروري مراجعه الطبيب المعالج والاستشاره الطبيه، وابتعاد ما امكن عن التداوي واستعمال بعض الادويه المضادات الحيويه بصفه عشوائيه، التداوي بدون استشاره ديال الطبيب. كاين بعض المسائل المهمه اللي كيخص الاباء واولياء الامور يعملوها في ارتفاع درجه الحراره. كيف قلنا على انه ملي تتبدا من 38 الفوق راها كتكون تشكل خطر، وفي 40 هي خلاص راه كتكون حاله مستعجله اللي كيخص اتصال اقرب مركز طبي ولا الطبيب المعالج
في اقرب وقت. قلنا على انه اللي يمكن يتعمل هذه باش يبقى يعني يمكن تخفض الحراره، كاين بعض الطرق ضروريه. هذه اولا كيخص الطفل الا كان مثلا كيترعد ملي كتكون كتجي داك الرشفه ديال البروده ملي كتكون باغا تطلع له السخانه، ندفيوه شويه. ملي كتطلع له السخانه كيخصنا عاود نحيدوا له شويه الاغطيه والملابس ونخليوها بالملابس الداخليه الخفيفه. يعني خصنا نشجعوا على الشرب ديال السوائل باش ما يجتبش. الغرفه ديالو كيخصها تهوى باش يكون شويه الجو ديالها منظف، مش كعيط ولا ملطف من نوع الماء. كنضروا كاع نحموه، يعني مثلا ندوشوا له بالمدافي شويه باش تنخفض شويه درجه الحراره ديالو، ولكن ما نستعملوش المبارد، لان المبارد يمكن على انه غادي الجسم ديالو غيتقبلو فحال راه بروديه وغادي يزيد في السخونيه. كذلك يمكننا نوضعوا ما كمادات يكون مثلا فويطات ولا كمادات يعني مفزكين باللين بالماء، نعملهم بالخصوص على الجبهه وعلى اليدين وبين الفخذين باش يعني يمكن تهبط درجه الحراره. الادويه اللي يمكننا نستعملوا هو غير الباراسيتامول ولا الايبوبروفين اللي خاصين بالاطفال، الا في بعض الحالات مثلا لان الايبوبروفين ما يمكنش يتعطى ملي كتكون الحراره كيتبعها مثلا طفحات جلديه ولا بثورات. والباراسيتامول هو من الادويه المستعمله واللي كانت يمكننا نستعملوها للعيال الصغار على حسب يعني الجرعات الخاصه المناسبه. هذا بطريقه تبادليه اللي يمكن فصل زمني محدد ما بين 4 حتى 6 سوايع، ويعني بلا ما نفوتوا الجرعه اللي هي موصوفه. قلنا على انه هذه المساله هذه والخصوص الى استمرت كيخص في اقرب وقت، يعني يمكن باش نسيطروا على الحراره اقرب وقت يمكن استشاره ديال الطبيب المعالج، وبالتالي تفادي يعني على ان تفاقم المرض ولا يعني تفاقم العدوى ولا يعني يتشكل داك الشيء خطر على، لان ارتفاع الحراره تقدر تكون مساله بسيطه عندها علاقه مثلا بالتهاب الحنجره ولا التهاب يعني الاذن ولا التهاب الانف ولا التهاب يعني الجهاز التنفسي، كذلك قدر تكون يعني دلاله على امراض اخرى تكون في اكثر عدوه وتشكل خطر على الصحه العامه وعلى الصحه ديال هذه، والخصوص اذا كانوا بانوا مثلا بعض العلامات بحال التقيؤ بحال هذا يعني البكاء بواحد الطريقه زعما يعني ماشي عاديه بحال او طريقه متواصله، هذه بحال هذا الظهور مثلا اضطرابات في التنفس، طفوح جليديه، هذا الام في البطن، الاسهال كذلك، يعني تصلب ديال الرقبه ديال العنق، بحيث على انه الطفل كيكون مثلا عنده واحد الالم لما كت يعني هادو من علامات ديال المرض ديال التهاب الصحيه او المينانجيت. هنا كيخص التدخل السريع ديال يعني الاختصاصيين ديال الاطباء باش اللي كيعملوا الاجراءات الكفيله بالحمايه ديال الطفل من تفاقم المرض، وبالتالي ان شاء الله بالشفاء.